تحياتي لحضراتكم مرة تانية وتغطيتنا المفتوحة على شاشة اكسترا نيوز. هنتكلم في الفقرة دي عن معرض تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية للمحافظات المختلفة، واللي بينظمه جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واللي افتتحه مؤخرا الرئيس عبد الفتاح السيسي. المعرض بيضم أكثر من 500 عارض من جميع المحافظات في الجمهورية، وبيشمل أكثر من 13 حرفة بيتم عرض منتجاتها داخل المعرض ده بشكل كبير وبشكل ضخم جدا. محافظة المنوفية هي ضيف الشرف من خلال كثافة مشاركتها بالمنتجات، وكمان احنا بنبقى محتاجين ان احنا نعرف يعني بعض الإجابات للتساؤلات اللي احنا ممكن نشوفها اما نسمع كلمة او معرض تراثنا. ايه طبيعة الحرف والمنتجات المشاركة في المعرض ده؟ طب الى اي مدى المعرض ده بيعد نافذة مهمة للعارضين والعارضات العاملين بمجال الحرف اليدوية؟ ايه دلالة الاهتمام الرئاسي ودعمه للقطاع ده بشكل محدد وفي الفترة الأخيرة؟ ازاي نقدر نستغل ونستثمر الدعم الرئاسي بشكل أفضل لصالح المجال والعاملين فيه؟ أسئلة كتيرة جدا هنحاول ان احنا نوصل لإجابات ليها مع ضيوفي في الاستوديو دلوقتي والمشاركين بالفعل في معرض تراثنا، الأستاذ طوني المصري مصمم مشغولات يدوية وأحد العارضين بمعرض تراثنا، تحياتي لحضرتك. وكمان برحب بالأستاذة عزة علي مصممة منتجات كروشي وإحدى العارضات في معرض تراثنا، تحياتي لحضرتك. قبل ما نتكلم وندردش في التفاصيل الخاصة في معرض تراثنا، خلونا بس نتابع التقرير ده ونرجع تاني لحضرتك. تستمر فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية ليومه الرابع بمركز مصر للمعارض الدولية، لتشارك محافظة المنوفية كأكبر عارض بمنتجاتها كضيف شرف للمعرض هذا العام. عجبني جدا شغل النول اللي بره اللي بيشتغل بالآيات القرآنية، رائع من دمنهور، وأنا مهتمين جدا بجد بالموضوع ده، ونفسي يعني ان الحاجات دي تبقى منتشره اكتر من كده، يعني تكون في المطارات وتكون في كل حته، يعني زي ما بنشوفها بره، لان احنا عندنا حاجات احلى بكتير من اللي موجوده بره، دي حقيقه. يعني بحب الحاجات اليدوي قوي، ولقيت مستوى حلو جدا هنا، المشغولات اليدويه حلوه قوي، والنحاس لا كل حاجه تحفه بصراحه. شهد المعرض على مدار اليوم اقبالا واشاده جماهيريه لما تتمتع به المنتجات من جوده واسعار مناسبه لكافه الاذواق. احنا اسعارنا بتبدا من اول 15 جنيه لحد 1000 جنيه، عندنا فاريتيز عاليه حسب الحجم، حسب كميه الشغل اللي موجوده، حسب الديزاين، في فاريتيز يعني كتير. لا الاسعار كلها في متناول الجميع زي اسعار بره بالظبط، ويمكن كمان بيكون احسن، وبعدين في خصومات دايما، اول طقم اول حاجه تطلع بيكون عليها خصم، واللي بياخد حاجتين برضو بياخد خصم. اكثر من 13 منتجا تعكس ثقافه وتراث محافظات جمهوريه مصر العربيه عبر 500 عارض على مساحة 10,000 متر مربع. أبدأ الحديث مع حضرتك أستاذة عزة، يعني بتهيأ لي وأعتقد أن الأزياء الشيك اللي حضرتك لابساها دلوقتي دي من حرفتك الكروشي واللي عاملاها، أعتقد. أيوة حقيقي. طيب تمام، أنا محتاجة أعرف الحرفة الرائعة العظيمة دي إحنا كنا بنشوفها زمان في بيوتنا، كنا بنعيش يعني، كان ممكن نلاقي حد من قرايبنا بيعمل كروشيه، بيعمل تريكو، بيعمل تطريز بشكل أو بآخر، لكن في فترة من الفترات كنا حسينا إن الحرف دي بدأت إنها تتجه للاندثار أو الاختفاء بشكل كبير جدا. احكي لنا عن تجربتك في المعرض ده. والله المعرض ده دي تاني مرة طبعا أشارك فيه. نزلته طبعا عن طريق جهاز تنمية المشروعات. هو اللي وصلنا بيعرض شغلنا ده حقيقة، لأن حضرتك بتقولي إحنا بقالنا مدة بنشتغل بس ما كناش يعني عارفين نسوق الشغل. تسويق شغلنا دلوقتي عن طريق المعارض، المعارض الكبيرة، ده معرض كبير وعمل دعاية جامدة جدا والحمد لله عليه، إجبار كويس قوي قوي. الناس جاية بتشيد بالمنتج المصري، الكواليتي عالية جدا، الناس مش مصدقة ده معمول هنا في مصر، سيدات مصريات اللي عاملينه. يعني حقيقي أنا فخورة إن أنا أنتمي لهذا الفريق. لا إحنا طول عمرنا بنشتغل على فكرة، بس إحنا ما كانش باين إن إحنا بنشتغل، لأن كتير ناس مش فاهمين الشغل قوي.
بنطور نفسنا، بنجيب موديلات، بنخش على اليوتيوب، بنحاول نعلم بعض ونطور بعض، نشوف فكرة بنحدثها عشان الناس زهقت من الروتين، لازم يبقى في حاجة تغيير. دايما الكروشيه كان زمان بيج بس، دلوقتي بقينا بندخل فيه ألوان. أنا يعني الكوليكشن بتاعي أو الحاجة اللي أنا تخصص فيها، أنا بشتغل مفروشات خاصة بالبيت بالكروشيه، كل ما يخص البيت بالكروشيه. حياتك بيدي بهجة، انت وانت قاعده كده تتفرجي على حاجه، حتى النجفه والاباجوره كل ما يعني ليه جماله الخاص جدا حقيقي ابداع يعني. الحمد لله رب العالمين، فرحانه جدا بالكلام. وسياده الرئيس لما جه حتى فتح ادانا طاقه ايجابيه جامده جدا وشجعنا. احكي لي بقى يعني ايه تجربتك كده، وايه شعورك لما لقيتي سياده الرئيس جاي المعرض، وحضرتك كمان قلتي لي واستاذ توني يعني فتن عليك وقلتي وقال ان انت خدتي صوره مع سياده الرئيس، يعني محتاجه اعرف التفاصيل اكتر ايه. والله كفايه دعمه لينا هو مجرد ان الرئيس جه فتح، احنا عارفين ان هو هيجي يفتح المعرض، احنا حاولنا نجتهد عشان يتشرف بينا، احنا اولاد بلده بنعمل حاجات حلوه، حاولنا نبدع، وهو حقيقي اتبسط جدا وشجعنا قوي، واتبسط ان يعني ان احنا بنعمل الشغل الحلو ده، وجه عندي وسلم عليا وشجعني وقال لي ربنا يقويك، ويعني كان مبسوط حي. طب استاذ توني انا محتاجه برضو اسمع يعني بدايه الحدوته ايه، يعني انا طبعا مشاركتك في معرض تراثنا ده شيء مهم جدا، واعتقد ان انت يعني متخصص في المشغولات اليدويه ولابس حاجه منها اعتقد برضو، انا بحاول استشف يعني بحاول، فمحتاجة أعرف بداية الحدوتة يعني من الدورة الأولى للمعرض ولا الدورة الثانية ولا إيه بالظبط، وجهاز تنمية المشروعات أنت اشتركت فيه إزاي، عايز أعرف التفاصيل. الموسم الأول إحنا يعني ما عملناش كده، شغلنا ما كانش ظاهر زي ما قالت أستاذة عزة بالشكل ده. المرة دي الديكور، طريقة العرض، تسويق. لا طريقة العرض هي اللي سوقت الفنان، هي اللي سوقت شغله، هي اللي خلت الناس تشوفه تقول لا بجد برافو، برافو شغل، برافو معرض. تقريبا احنا كده على اول السلم ان احنا معرض دولي للحرف اليدويه جوه مصر، ده بزياره الرئيس بالرساله اللي ادهلنا، قال لنا يلا انطلقوا، ده اللي احنا حسيناه. يعني حد سقف، فلما الرئيس يسقف لا احنا هنعمل اكتر من كده بكتير. طب انا عايزه اعرف يعني قبل المعرض ده استاذه عزه، يعني كنت حضرتك بتشتغلي ايه، ولا كنت حضرتك ربه منزل، ولا يعني ايه نشاطاتك بالظبط؟ لا حياتك انا المعرض ده انا بقالي سنين عامله المشروع بتاعي، وكنا بننزل معارض زي ديارنا مثلا، معارض دانيا، بس يعني مش ليها دعايه كافيه، محدوده. يعني حتى الناس كان احنا لينا زبايننا مثلا وعاملين لهم جروب ندعيهم، لكن يقولنا احنا ما سمعناش عن المعرض، لكن المعرض ده مسمع، ما عامل له دعايه صح. الناس خلاص الحمد لله رب العالمين الناس بتيجي. مسمع بمعنى ايه؟ يعني بتشوفوا الاقبال مثلا؟ أيوة هو كبير. أيوة طبعا. والاقبال بيبقى مختلف من كل المحافظات ولا ايه بالظبط؟ مش فاهمه يعني فكره ان انا عايز اعرف منك عشان انت في قلب الحدث زي ما بنقول. ايوه فهمت. فالاقبال بمعناه او مسمع بمعنى ايه اكتر؟ الاقبال عليه من محافظات، حتى من جنسيات، العرب والاجانب بيجوا عندنا المعرض، معنى كده ان هو حقيقي معمول له دعايه كويسه، ان هو مسمع، عارفين جايين يشوفوا ايه هم المنتجات او الناس اللي بينتجوا الانتاج المصري الجميل المشرف، حقيقي معرض حلو جدا. طيب استاذ توني يمكن انا سؤالي ليك برضو، انت ابتديت ازاي؟ يعني انت قبل المعرض كنت برضو كان ليك مشروع خاص كده زي استاذه عزه، ولا الدنيا كانت ماشيه ازاي؟ انا المشروع ابتدى من اوضتي، من اوضتك لحد ما بقى عندي ورشه. ابتديت عادي خالص من 9 سنين، انا بشتغلها بقالي 18 سنه. بس حضرتك خريج ايه اصلا؟ لا حاجه بعيده خالص بقى عن الموضوع، ملاش علاقه تمام خالص. يعني ما ولا يعني مش تربيه فنيه بتاعك. هي كانت هوايه، وابتديت ان انا اشتغل، اعرف معلومات، اخش اتفرج على فيديوهات، الموضوع كبر. فبقى شغلانه، بقى مهنه، بقى وظيفه، بقى فن. طب كنت بتسوق لنفسك ازاي، وبعد كده بعد ما اشتركت مثلا في المعرض ده ايه اللي اختلف يعني في حياتك؟ ضاف لك ايه المعرض يعني؟ المعرض ده؟ لا ضاف كتير. ايه بقى؟ ضاف ان احنا خدنا دفعه ازاي نقدر نبدع اكتر. زي ما انا قلت لحضرتك في الاول كده، في حد سقف، على فكره انا واحد من اللي اختاروهم
في الإعلام بتاع المعرض. يعني دي برضو حاجة دفع تاني حافز. يعني حاجة حلوة. احنا يعني مش حاسين ان احنا في معرض، لا احنا حاسين ان احنا في حاجة حلوة. الإقبال اللي اتكلمت عليه برضو أستاذ عزة، الناس مبسوطة يعني، حتى لو ما اشتروش، حتى لو هو ما فيش ربح كويس، لا الناس جايه بتقول برافو انتوا عاملين الشو ده ازاي، انتوا لا اختيار الالوان، لا طب فرجني على دي. انت حتى وانت بتفرجيهم على المنتجات، لا بتفرجيهم بروح حلوه، مش شرط يشتري، شرط ان هو يعني فرحان. يعني زي اللي انا فهمته من كلامك ان المعرض ده ليه روح كده خاصه جدا، لان فريق العمل اللي اشتغل عليه جهاز تنمية المشروعات اشتغلوا عليه 4 شهور، اشتغلوا بقلب، اشتغلوا بروح، ما اشتغلوش موظفين. يعني في المعرض ده ما فيش حد فيهم اشتغل موظف، لا وبشغل يعني بشيء كده هو عارف مين العارضين اللي هو نازل بيهم. فهو اشتغل في الاول واحنا اشتغلنا عرض، لا فالموضوع كمل بعضه بشكل حلو قوي قوي. طيب استاذ عزة، اعتقد ان حضرتك كنت برضو في الدورة الاولى من المعرض ده، في اختلاف ما بين الدورة الاولى والدورة الثانية في تراثنا؟ اكيد. ايه بقى قولي لي؟ بص حضرتك، اول حاجه هو المكان طبعا اختلف. المكان اكبر، المعارض اللي هو ارض المعارض كبيره. لا في اختلاف، حتى الدعايه كانت المره دي اكتر بكتير، التنظيم زي ما قال توني، حاجات كتيره قوي. انا مجرد ان انا كنت عارفه ان الرئيس هيجي يفتتح المعرض، كنت بحاول اعمل احلى حاجه، بحاول اعمل حاجه محدش عملها عشان يفتخر بيا، زي ما انا بفتخر ان انا مصريه وبعمل شغل حلو، وعايزه كل البلاد تعرف ان المصريات بيعملوا شغل حلو جدا وابداع. يعني حضرتك في ناس بتيجي تقول لي ده في البلاد بره، انا بجيب الشغل ده من بره، ايه ده هو ده انتوا بتعملوا كده؟ يا جماعه احنا بنعمل احلى من كده. يعني الحمد لله احنا عندنا مبدعين وفنانين، ولكن يعني مستنيين الفرصه. ايوه هو ده، احنا عايزين فرصه عشان نطلع، والحمد لله الفرصه جت. يعني انا شغال معايا فريق سيدات بيوت قاعدين في البيت، الحمد لله يعني مجهودهم طلع. انا اللي بظهر في الصوره، ولكن هم انا من غيرهم ولا حاجه، احنا مع بعض بنكمل بعض. لا ده انا محتاجه اعرف منك تفاصيل اكتر يا استاذ عزه واستاذ توني برضو، ولكن خلونا يعني نشوف زميلنا محمد بهاء هينضم الينا دلوقتي من داخل معرض تراثنا عشان يضعنا اكثر على التفاصيل. يا محمد تحياتي لك في البدايه، وليك الكلمه، تفضل. كل تحية لك يا آية وللسادة مشاهدي اكسترا نيوز من معرض تراثنا للحرف اليدويه والتراثيه. نتحدث هنا في اللحظات الاخيره او الساعه الاخيره من غلق ابواب المعرض، وما زال الجمهور والزائرين والزائرون متواجدين بكثره في المعرض الذي فتح ابوابه في تمام الساعه 10 صباحا، وبيقام على ارض مركز مصر للمعارض الدوليه بمنطقه التجمع الخامس بمحافظه القاهره، وبينظمه جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي افتتحه في 2 أكتوبر في هذا الشهر الجاري، وينتهي غدا بإذن الله في 6 أكتوبر. المعرض يعني آية بيضم أو يعتبر من أكبر المعارض المتخصصة في هذا المجال، مجال الحرف اليدوية والتراثية، حيث يقام على مساحة نحو 10,000 متر مربع، ويشارك فيه أكثر من 500 عارض مصري من مختلف محافظات الجمهورية، وبيضم بالفعل باقة متنوعة من يعني الكثير من المجال الحرف اليدوية والتراثية، يعني متمثلة في 13 حرفة لو نتحدث على سبيل المثال وليس الحصر. في هناك مشغولات نحاسية، هناك صدف، هناك خزف، هناك خوص، هناك سجاد يدوي وسجاد كليم، ومفروشات إخميم والحجاز وجلود وغيرها من الحرف المتنوعة من تراثنا المصري العظيم المتمثل والمختلف من جميع محافظات مصر. لو نتحدث آية عن الإقبال على مدار الأربعة أيام السابقة، ونحن هنا نتحدث في اليوم الرابع وقبل الأخير من انعقاد فترة المعرض، فبالفعل كان هناك إقبال كبير من الجمهور والزائرين، خاصة مع تزامن فترة انعقاد المعرض مع هو 5 أيام، هناك 3 أيام منهم متزامنين مع أجازات رسمية هي الجمعة والسبت وغدا الأحد بإذن الله 6 أكتوبر. كل عام وأنت وكل المصريين بالطبع بكل خير بمناسبة نصر أكتوبر المجيد، لكن الإقبال بالفعل كبير في
المعرض يعني كان هناك فرصة كبيرة من الجمهور حتى يأتوا إلى معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، وبالفعل أشادوا بتنظيم أولا المعرض، هناك تنظيم جيد جدا هنا في مركز مصر لأرض المعارض، وهناك أشادوا أيضا بجودة المنتجات المعروضة من أكثر من 500 عارض، وأيضا أشادوا بالأسعار المخفضة عن مثيلتها في الأسواق الخارجية بالنسبة لهذه المنتجات. في الأخير آية يعني يجب أن نتحدث عن دخول المعرض بالنسبة للزائرين والجمهور، الدخول مجانا، وهناك أوتوبيسات بتنقل المواطنين من مناطق محددة، هي ميدان عبد المنعم رياض بمنطقة التحرير، وأيضا ميدان الحجاز بمنطقة مصر الجديدة، أوتوبيسات مجانية بتنقل المواطنين إلى مقر المعرض، إلى هنا إلى مركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس. هذا هو المشهد ربما من معرض تراثنا للحرف اليدوية، وأعود بالكلمة مرة أخرى إليك زميلتي آية. زميلي محمد بهاء، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل، مراسل أكسترا نيوز حدثتنا من داخل معرض تراثنا. طيب احنا بنتكلم أستاذ توني زي ما انت قلت كده في كلامك ان انت اول البداية او بداية الحدوتة كانت من قطك، صح كده؟ طب انت عارف كام واحد بيشوفنا دلوقتي زيك وعنده مشروع في قطه برضو، وبيبدأ ان هو بيكون عايز ان هو ياخد فرصة وعايز يسوق شغله؟ كتير جدا، يعني مش هنصادر في الرأي، بس أنا متأكدة وواثقة إن إحنا عندنا موهوبين كتير جدا زي حضرتك وبيمتلكوا حرف وعايزين يسوقوها بشكل يعني أسرع، وبشكل في نفس الوقت إن هم يحفزوا نفسهم زي ما أنت قلت كده بالظبط. أنت عملت إيه عشان تشترك في المعارض دي وفي نفس الوقت تلاقي فرصة وتلاقي يعني تحفيز معنوي زي اللي أنت كنت بتحكي عنه؟ اجتهدت مع قلة اليأس، ما يأستش. الناس كتير كانت معترضة، الناس كتير كانت بتقول لي لا مش حلو، ماشي المشكلة مش حلو، يبقى في حاجة غلط. دايما كنت بتفادى الغلط، يعني بحاول ان انا ابقى شاطر، فدايما اي حد من قطه عايز يخرج عشان يبقى صاحب حاجة كبيرة، لا اخرج واسمع اراء الناس، مش اي حاجة تزعلك. لا كمل، روح جهاز تنمية المشروعات، الناس دي بتسمع، تسمع قوي كمان. عملوا معاك ايه؟ بصي، هو انا لما جيت اخدت منهم كارد، انا اخدت كارد بس عشان ابقى تابع للجهاز. لكن لما طلعت بطاقه ضريبيه، سجل تجاري، الكلام ده كله، لا الموضوع اختلف. انا دلوقتي عايز اخد كارد كبير اكبر بيه الحدوته اللي انا حلمت بيها من 19 سنين. عشان يعني ابقى اعمل برضو حاجات اكتر من كده، اشغل ناس اكتر من كده. في ناس عندنا كتير ما بتشتغلش بره بيوتها، يعني سيدات كتير ما بتشتغلش بره بيوتها. الستات دي برضو احنا بنشغلها وهم قاعدين جوه البيت، فاحنا بنشيل حمل من على الدوله، بنشيل حمل يعني من يعني الموضوع دلوقتي مش مقتصر على توني بس، لا خالص، لا الموضوع كمان وسع، وان انت كمان بتشغل ناس تانية معاك. دي حقيقه، وبتشتغل من بيتها، من بيتها حتى لو كانت ظروفها ما تقدرش ان هي تخرج من بيتها. لا هو الظروف طبعا دي مختلفه ونسبيه. وهم بس يا دوبك بييجوا يعرفوا الدنيا دي هتمشي ازاي، طريقه الشغل اللي هم هيشتغلوه ازاي. خلاص بيجربوا مره التانية الثالثه، بياخدوا الشغل خلاص ويبقى الدنيا تمام. استاذ عزه، انا شايفه حضرتك يعني كنت بتسمعي توني وفي حماس كده وبتهز راسك ان فعلا في تيم وورك او في ورشه كبيره جدا من ربات البيوت والسيدات، وفي نفس الوقت من الناس اللي عايزه تشتغل وتجري على اكل عيشها زي ما بنقول، وفي نفس الوقت بمنتهى الفن والرقي والجمال. يعني حضرتك قلت يمكن قبل ما نشوف وينضم لنا زميلنا محمد بهاء ان وراكي ناس تانية بتساعدك، وانت في الصورة لكن في ناس تانية وراكي وبتشتغل برضو في الحرفة، حرفة الكروشي، لو تكلمينا عن الموضوع ده. والله انا طبعا البداية انا كنت بشتغل لوحدي، ولما الحمد لله رب العالمين المنتج او الاقبال بقى كبير عليا، ما طبعا مش هقدر اشتغل لوحدي، علمت سيدات بيوت، جيراني وولاد جيراني، اسر، انا شغالة معايا اسرة كذا اسرة، الاسرة دي بكامله، ماما وولادها، يعني بيت عيله بحاله مثلا ممكن يكون شغال، مجموعه اسر يعني الحمد لله. انت اللي علمتيهم؟ علمتهم، وفي ناس كانت متعلمه بصراحه. بس احنا في حاجات كتيره، موديلات كتيره، وديزاينات كتيره هم ما كانوش يعرفوا حاجه محدوده. لا انا الحمد لله بقيت بقعد معاهم واعلمهم، يا اما اديهم، هم برده شطار قوي، اديهم قطعه بيعرفوا يطلعوا زيها.
يقلدوها يقلدوها رباني كده يعني زي حياتك بالفطرة يعني يعرفوا يقروها الكروشيه بيتقري كده بيتقري هو ليه باترون ولكن احنا خلاص بنمسك كده خلاص احنا فاهمين ده بيتعمل ازاي. سيدات البيوت جدع جدا ست مصرية جدعة قوي قوي بتخلص حاجة بيتها وبتراعي ولادها وتقعد بالليل تشتغل يا إما الصبح بدري تشتغل. أنا عندي ناس بيصحوا الفجر يصلوا الفجر وفضلوا يشتغلوا لحد ما يعملوا فطار لولادهم يودوا ولادهم مدارس عاملة نفسها جدول حقيقي. لا ستات جدعة بتنجد بتعمل شغل بتنجز يعني ما شاء الله عليهم ربنا يبارك لي فيهم ويبارك في مصر كلها يا رب. ستاتها حقيقي يا والله رب. حابة الشغل حابة تشتغل بتساعد زوجها في المصاريف بتساعد نفسها بتجهز ولادها معظم الناس كده. بنات برضو بنات حلوة بيدرسوا يعني عندي معايا بنات في ثانوية عامة معايا بنات في الجامعة مش معنى هي في ثانوية عامة مش هتشتغل لا تشتغل وبتطلع إنتاج تزهق من المذاكرة تمسك الإبرة وتفضل تطلع إنتاج محتاجة مصاريف بتساعد باباها بتساعد مامتها مسؤولين ناس لا عندهم مسؤولية جامدة. أنا معرض زي ده محتاجه شغل كتير لا انا حاسس كنت مكهرباهم يعني يا جماعه يلا يلا يا جماعه يلا بسرعه ما شاء الله لا كانوا حاسين مسؤوليه مسؤوليه جامده ما احنا مع بعض احنا بنكمل بعض رزقنا كلنا خايفين على رزقنا لازم اعرض شغلي كله وبكواليتي عالي وقت قليل انت متخيله ازاي تفضل تسهرانه يعني في حد قال لي انا ما نمتش من امبارح يا مدام عزه عشان اخلص الشغل انت يعني يطبقوا عشان احساس احساس مسؤوليه جامد قوي قوي وابداع وفن وساعات وفوجئ ان انا بقول لواحده تعمل حاجه طلعت تحفه فنيه اكتر واكتر. احنا يمكن بنتابع يعني بعض الصور لمنتجاتك الشخصيه يا معزه. ايوه يعني الشغل بصراحه يعني الالوان تجنن زي ما احنا بنقول وتحفه يعني وكمان فيها ستايلات او اشكال جديده يمكن احنا ممكن نكون بنشوفها في بعض المواقع الدوليه واللي هي المفترض يعني المواكبه والحديثه لكن احنا دي بايد مصريه حقيقة. من الالف للياء زي ما احنا بنقول يعني فعلا الشغل هو اللي بيتكلم عن نفسه زي ما احنا بنقول الالوان كمان وتنسيقات الالوان هايله جدا. ده حضرتك انت يعني ده بتعملي بحث عنه ولا بالظبط بتجيبيه منين يعني ايه المرجع ليكي الريفرنس زي ما احنا بنقول. بص حياتك انا في حاجات من خيالي ببقى قاعده كده بتخيل فكره برسمها هو ما طلعها تطلع حلوة قوي على فكرة يعني مصممة مش مجرد منفذة لا لا لا, لا خالص. نموذج الستارة مثلا اللي كان موجود ده الستارة دي ألفتها واحدة كانت طالبة ستارة عملت ستارة ما حدش عملها كفاية ان كل اللي جاي يقول ايه الستارة الجميلة دي ستارة كروشيه تحفة حاجة كده ده جديدة دي يعني احنا دايما في الكروشيه بنشوف المفارش بنشوف البلوزات مثلا بنشوف بعض المنتجات كده لكن ستارة كروشيه دي جديدة دي. لا بس حلوة جدا وعجبة الناس. الفوط عاملة الفوط في المناسبات العيد الأضحى كنت عاملة الفوطة عليها الجزار والكاو والخروف والمعزة حاجة بتقول كده. في رمضان بنعمل الهلال والنجمة والفانوس حاجة بروح رمضان بحيث انت تحطيها على السفرة لما يجيلك ضيوف تحس بروح كده ايه روح المناسبة فانوس رمضان عملته بالكروشيه كل مناسبة انا عاملة لها حاجة. انا هرجع ليكي في الموضوع ده اكتر وفي التصميمات بس خليني برضو يعني لو زمايلنا في الكنترول يعرضوا لنا برضو معرض الاستاذ توني ومنتجاتك. المنتجات بقى بتاعتك دي هي بتقتصر فقط على التقليد ان انت يبقى عندك مثلا مرجع معين فانت بتقلد المنتج ده اللي هو قبل كده اللي احنا شفناه ولا بيبقى ليك انت حق مثلا الابداع في حاجه كده زي ما مدام عزه بتقول ان انا تخيلت حاجه فنفذتها. لا هو بالنسبه للشنطه احنا بنشوف صور برضو شايف الصور. بصي هو بالنسبه للشنطه كل الناس عارفه الشنطه بتبقى مثلا وش دي بلود يا توني توني لا دي شنط بالنحاس والجلد والتداخل ما بينهم فمش كل شنطه تبقى زي الثانيه لا بيبقى فيه فعلا حق اختراع او حق ابداع حق ابداع القطعه نفسها. بالنسبه للمرايه اللي حضرتك شايفاها دي المرايه دي انا عملت منها هي قطعه واحده بس حلو يعني انا شفت الشجر لفتني المنظر بتاعه كده وهو قديم عملت بيه دخلت فيه النحاس دخلت فيه الشجر دخلت فيه الجلد عملته مرايه. طيب قديم. وحد يعني لفت نظره الاختراع ده او
التكوين ده؟ المراية دي بصي حتى انا معلقها يعني انا معلقها لان هي لافتة نظر كتير كتير قوي. طب ما حدش قال لك ان احنا محتاجينها مثلا او عايزينها ديزاين؟ اكبر عايزينها اكبر. مقاسات مختلفة. مقاسات مختلفة لكن الفكرة نفسها الفكرة نفسها عجباها. انجذبوا ليها كتير. طيب كل شغلك جلود ولا في ماتريال تانية او في مواد تانية انت بتشتغل بيها يعني؟ جلد نحاس خشب. جلد نحاس خشب. النحاس بشتغل بيه بطعم بيه الشنط. بعمله في الكلية. هو مش معايا طبعا المعرض ده لان المعرض ده كنا بنجري جري يعني على طول بسرعة 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 عايزين ننجز. لا عامل كلية كمان بالملح بتاع سيوة. ازاي بقى الكلام؟ انا سافرت سيوة. لقيت الملح ده عندهم حاجة رهيبة. فايه حدوتة الملح دي؟ قال لك بيمتص الطاقة السلبية وبيدي طاقة إيجابية وعاملين منه أفجارات و... طب ماشي أنا كمان عايز أستغله أعمل بيه إيه؟ فلقيت قطعة كده صغيرة. فقلت لهم هو في منه كتير؟ قالوا في. رحت الملاحات عندهم. نقيت عملت منه كلية دخلت فيه خشب مع الجلد مع النحاس مع الملحية. ما كانش في حد عاملها. كنت أنت أول واحد؟ أول واحد. شغال عليه بقالي 3 سنين. وفي إقبال عليه؟ جدا. هم مجرد ما بيسمعوا ملح طاقة إيجابية وطاقة سلبية لا بياخدوا طبعا. هتلاقي إقبال بس تاريخي. بس حطيت معاه إيه؟ حطيت معاه الجلد والنحاس. دخلته. فهو الموضوع بيبقى كده، الموضوع بيبقى فكرة. فكرة هشتغل عليها إزاي؟ هشتغل عليها بده ولا بده؟ انت بتجيلك الماده الخام وانت عليك بقى اللي انت بتشكلها. لا بشكل ليك انت يعني ليك قصتك وليك رؤيتك الخاصه. بقصه بقى انت حضرتك لما قلتي حق الابداع. فهي الملحايه، هي ملحايه. فاحنا عملنا عليها فكره. هي دي القصه. طيب مدام عزه، لو احنا عايزين نتكلم ان المنتجات بتاعت حضرتك دي ومع الفريق العمل العظيم اللي حضرتك يعني بتقوديه، عايزين نصدر وعايزين نخلي المنتجات دي زي ما انت قلت يعني حضرتك ان في اقبال من العرب والاجانب بشكل كبير جدا، طيب احنا ليه منتجاتنا دي مثلا ما تخرجش بره بشكل او باخر نسوقها؟ هل في تواصل ما بينكم وما بين جهاز تنميه المشروعات مثلا ان يبقى في صادرات ليكم في منتجاتكم؟ وعرفت كمان ان المعرض ده مش هيكون مره في السنه، ده هيتكرر اكتر من مره. الكلام ده يعني بتنسقوه ازاي؟ والله انا لسه يعني الموضوع ده احنا ندرسه. بس هو في ناس بيجوا عايزين ياخدوا شغلنا ويصدروه بس بينسبون نفسهم. انا مش حابه الموضوع ده، لا انا حابه ان انا شغلي يبقى باسمك. باسمي انت. انا اللي اصدر يعني. في شركات هنا بتاخد بالفعل، في شركات بتاخد مني وبيصدروا باسمهم، لكن انا خلاص انا حابه بقى انا مش انا يعني مشروعي يطلع باسمي. يعني انا تعبت كتير وفي افكاري الحمد لله مش متكرره يعني حاجات يعني حق اختراع زي ما توني بيقول يعني. حابه يبقى ده بتاعي انا. اكيد الجهاز انا لسه ما تواصلتش معاه بس ممكن ان شاء الله هيساعدنا في كده، لان هو يعني الريس امر ان احنا شغلنا فيه تسهيلات، لازم يبقى فيه تسهيلات. لان هو بقول لحضرتك برضو بكررها ان هو عجبه الشغل جدا. وكان فرحان بينا، كان حقيقي فرحان بالشعب بتاعه ان هو مبدعين. احنا في مبدعين ومش موجودين. دي بقول لحضرتك مدياني طاقه، انا عايزه اعمل شغل احلى شغل في الدنيا. نفسي انزل كده زي ما النهارده وقالوا لي كتير قوي ايه الجمال ده، انت إيه معقوله انت عاملاه ده شغل ايد؟ انا عايزه كده ابقى احسن واحسن واحسن في تحدي وفي اصرار في رفض. طيب انا حابه يعني حضراتكم مشرفيني هنا كنماذج مضيئه في معرض تراثنا، لكن اكيد اكيد ويعني انا متاكده من ده ان في نماذج تانية عظيمه جدا موجوده في المعرض. صح. ولو يعني اتيحت لنا الفرصه كنا نستضيفهم كلهم والله، لكن خلوني ان حضراتكم تبقوا سفره يعني ليهم بشكل او باخر. انا محتاجه توني تتكلم عن الناس وعن زمايلك اللي موجودين في المعرض، احكي لي كده يعني بيعملوا ايه جديد، بيعملوا ايه مختلف، ايه اللي بيميزه عن اي صناعه او اي مهنه تانية احترافيه مش موجوده في بلد تانية غير مصر؟ المره دي انا حاسس ان هم يعني عملوا حاجات جديده بجد. يعني انا زي ما انت قلتي برضو انا شفتها على النت، شفتها على مواقع اجنبيه. ففعلا لقيتها موجوده، سواء كروشيه سواء نحاس
يعني حتى النحاس كمان عملوا حاجات جديدة غير الفن الإسلامي أو المغربي، سواء نجف أباليج كل الكلام ده غير التراث ده، غير التراث ده كل واحد يعني حابب يخرج بره العباية بتاعته. خرج هو المرة دي، لأ عايز يظهر بصورة أنه فعلا يصدر شغله بره مصر. وهو ده هيبقى أول الطريق إن احنا كلنا هنتاخد كده، هنتاخد إن شاء الله وهنصدر شغلنا بره مصر إن شاء الله عن طريق جهاز تنمية المشروعات ده بجد. لأن هم بقالهم فترة كبيرة بغض النظر عن المعرض ده، لا هم بيشتغلوا على مين أو على إزاي أو فلان ده، لا فلان ده شاطر، مش مجرد ان هو بيديلك القرض او ان هو بيتبنى مشروعك وخلاص، لا هو كمان نزلت معهم كمان اكتر من معرض بعيد عن معرض تراثنا، كان في وزاره الخارجيه، كان في فنادق تابعه لوزاره الخارجيه، لا بيظهرونا بشكل حلو، فالشكل الحلو ده يعني بيبقى فيه رعايه وفي رقابه عليك جدا جدا جدا. لا كل واحد يعني كمان معمول له داتا على الموقع بتاع تراثنا، ليك سجل معين ببياناتك بكل ده اللي هيخلي كل واحد فينا يصدر. طيب انا محتاجه برضو اسمع منك يا مدام عزه، يعني العظماء التانيين اللي موجودين في معرض تراثنا واللي حضرتك دايما يعني قررت في كذا مره يعني وفي كلامك ان هم كانوا برضو مبسوطين جدا بالمعرض في الدوره دي تحديدا عن اي دوره تانية كانت قبل كده، محتاجه حضرتك تكلميني اكتر ايه المشغولات اللي هناك وايه المحافظات المشاركه بشكل طبيعي، وكل محافظه وليها فولكلور خاص وهويه خاصه بيها، محتاجه اعرف الساده المشاهدين على التفاصيل. والله بص حضرتك، هي كل المحافظات تعتبر مشاركه في المعرض وكله مطور، يعني مثلا شغل السيناوي كان معروف دايما بالتوب السيناوي، دلوقتي السيناوي طور نفسه جدا، بقى في شنط وفي شنط واحذيه، بقى في الجيب، بقى في الجاكيت، في مدخلين السيناوي معاه حاجات كتير قوي مع الجلد، يعني لا في ابداع بيطوروا حقيقي، مش السيناوي التقليدي اللي بتاع زمان، لا لا لا. يعني حتى السيناوي في ناس زمايل ليا بيشتغلوا مثلا كروشيه برضو مشروع تاني، اخذوا السيناوي وحاطينه في الكروشيه، يعني برضو دخلنا في الجلد بس حياتك، يعني في لا في ابداع كله بيطور نفسه. محافظة المنوفية برضو ما شاء الله في شغل حلو جدا جدا، ناس عاملين لا حاجات مش تقليدية، لا كله بيطور في نفسه، في كل يعني في منتج كده معين بيميز كل محافظة عن محافظة، يعني سينا مثلا أول ما نشوف التطريز السيناوي ده احنا بنعرف سينا بالظبط. طب المنوفية مثلا هما بيهتموا بإيه؟ هو أكتر حاجة المنوفية السجاد، السجاد تحفة فنية. يعني السجاد ده بيعملوه ايه، يدوي؟ يدوي يدوي سجاد حرير وسجاد نانين على حرير، يعني حاجه السجاده تاخد وقت طويل، ممكن تاخد لها مثلا فوق الثلاث اربع شهور في سجاده. ياه دي حقيقه. فهو سجاد هم مشهورين جدا بالسجاد. طب وباقي المحافظات كده؟ الفيوم مثلا، الخوص، انا اللي عارض جنبي بتاع الفيوم عامل حاجات جميله جدا بالخوص يعني جميع المستلزمات للبيت برضو بالخوص، عامل حاجات حلوه جدا، حتى قعده السخنه عملها بالخوص، لا بيطوروا كله بيطور نفسه. وايه تاني المحافظات المشاركه برضو؟ اسوان، النوبه طبعا، النوبه واسوان برضو عاملين حاجات حلوه جدا قوي برضو. طب وسيوه مشاركه وما عملتش الملح؟ لا سيوه مشاركه بالزيتون والبلح. لا 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 برضو عندهم سجاجيد، وانا شفت حاجه بس انا للاسف معيش، المعرض زحمه ما بعرفش اسيب البارتيشن بتاعي، دي حقيقه، يعني انا مش عارفين بس حقنا. التحضيرات بتاعه المعرض اكيد كابتنتوا مع بعض كلكم شايفين ان الدنيا ماشيه ازاي، كل واحد بقى فينا بيجري عشان يعمل احلى حاجه ازاي، وممكن ينزل ويطلع ويشيل ويحط، لا كنا كلنا بجد يعني عايزين نظهر بشكل حلو، بس هو حقيقي احنا بكره اخر يوم يعني يخلص. لا بالامانه انا بفرح، انا بروح كل يوم البيت ببقى زعلانه قوي، ايه ده هو خلاص قرب يخلص. يعني المعرض تحفه، ويا ريت الناس تيجي بكره اخر يوم، بكره اجازه، هيفرحوا جدا حتى لو ما جوش اشتروا، يجوا يفرحوا ببلدهم، اولاد بلدهم اللي بيعملوا احلى شغل، والله هيفرحوا قوي قوي. يعني يا ريت. طيب بس سؤال بيبقى دايما في خاطر اي حد بيتحمس دايما ان هو يشوف المنتجات دي والكلام ده كله، دايما بيشوف طب معقول الحاجات اليدوي دي، احنا دايما معروف ان اليدوي ده بيبقى غالي جدا، الاسعار بقى اخبارها ايه؟ طيب انا هرد على الكلمه دي بشكل حلو قوي. يعني جاني حد فبقول له السعر كذا، فبص لي قوي كده قال لي دي جلد طبيعي بجد؟
قلت له اه. قال لي امال هي رخيصه كده ليه؟ اه بالظبط، ما انا بقول لك عشان كده. لا احنا الاسعار ما فيش فيها اختلاف، احنا عندنا ارتباط شرطي دايما ان طالما حاجه يدوي معموله بالايد يبقى هاند ميد زي ما بنقول، يبقى غاليه جدا عن اي حاجه تانية معموله بشكل صناعي. ما بنحاولش نخليها غاليه قوي، اه يعني بنحاول نخليها اللي هو اللي يعني وقتها، لان الهاند ميد بيتحسب بالوقت والخامه. يعني تقدر تقول لي اسعارك ايه مثلا في حاجات معينه؟ يعني شنطه مثلا، شنطه الجلد دي ايه اللي احنا شفناها؟ من اول 400 ولا 415؟ 415 بس هي جلد طبيعي وفي نفس الوقت هاند ميد. هاند ميد اه. انا ضد ان انا ادخل مكنه جوه الورشه. جوه الورشه. طب والعقد اللي هو بتاع الملح ده؟ ده تطفير. اه يعني السيور بتتضفر. لا ده وقت. ده وقت. اه ده ب 150. ب 150 بس؟ بس انا عايزه واحد يهاتولي. اه بالظبط، انا كنت فعلا كنت لسه هقول له بعد الهوا لو سمحت انا محتاجه واحده. طب مدام عزه، طبعا الكروشيه يعني احنا كنا زمان اما يعني اما كان اي حد ليه ميول للكروشيه يعني ان هو يلبس اي حاجه، فكانت مثلا السكارف مثلا او الكوفيه كانت بتتحسب بالحته او بالقطعه، ان مثلا الحته دي هتبقى بكذا والحته دي هتبقى بكذا. الكلام ده ماشي كده ولا ايه بالظبط؟ يعني قصدي حياتك على الاسعار ولا على الاسعار؟ لا الاسعار بتاعتنا كويسه جدا. احنا ما بنحطش نسبه ربح كبيره، ده يعتبر احنا جمله. احنا في محلات وشركات دي ياخدوا مننا جمله، اسعارنا قليله قوي، ما حدش حقيقي مصدق لدرجه ان بقول لحياتك بيقولوا هو ده حقيقي هاند ميد؟ اسعارنا قليله وكويسه، عشان كده الناس مبسوطه وفي اقبال على المعرض عشان كده. بالنسبه لنا لا حقيقي بناخد مجهودنا ونحط هامش ربح بسيط، لان احنا برضو بنتعب. المجهود مش مجهود بس، ما هي خامه ومواصلات وحاجات تانية كتير. اكيد اكيد فاهماني حضرتك. بس يعني في محلات في مولات كبيره بيجي ياخدوا مننا الشغل. طبعا المول ده بيكلف جامد قوي. لا احنا الحمد لله، تعالي المعرض هتلاقي ناس بتستغرب ايه ده، معقوله ده هو تلاقيه بياخد مثلا ربح 3 اضعاف بعد ما هو بياخد عشان عنده مصاريف كتيره. بالظبط كده، عشان عنده مصاريف كتيره. احنا لا احنا مصاريفنا ايه؟ الخامه ومصنعيه البنت وهامش ربح للمشروع نفسه عشان يكبر. طيب الاهم من كده، بعد ما المعرض يعني يخلص وان شاء الله نشوفه مره واثنين وثلاثه في السنه، بتعملوا ايه؟ بتسوقوا لنفسكم ازاي يعني توني؟ لا انا بدي كذا حد يعني بتورد يعني شغال مع كذا حد. لكن انت ما عندكش مثلا صفحه معينه بتبقى انت كل واحد ليه صفحته الشخصيه وعندي الويب سايت بتاعي لكن ما عندكش مقر مثلا معين فاتحه انت للسوق؟ لا ما عنديش مقر. طب ده في طموحاتك ولا ايه بالظبط؟ ولا انت حابب في 2020 ان انت يبقى ليك مقر؟ يس. طيب مدام عز، لا انا الحمد لله ربنا كرمني تبع وزاره السياحه بمحل في سوق الفسطاط مصر القديمه. المكان ده روعه جدا بصراحه، يعني في مجموعه في 40 بازار. فين بالظبط يا مدام عز؟ في مصر القديمه سوق الفسطاط. سوق الفسطاط جنب مسجد عمرو بن العاص. تمام. المكان ده يا ريت حياتك تيجي تشرفينا، المكان تحفه. هاجي والله. والله معظم العارضين معايا هم حوالي 30 واحد من سوق الفسطاط عارضين. ده طول السنه. احنا كنا نتمنى بقى ان سوق الفسطاط بنفس المستوى. احنا تبع وزاره السياحه والسوق بتاعنا نايم. تصوري ان احنا جنب مسجد عمرو وجنب مجمع الاديان، السواح عربيات بتنزل كل يوم، مفيش حد بيخش لنا لان مش معمولين دعايه. احنا بنعمل بنجتهد. انا على نفسي اول مره اسمع عنه والله. احنا لا وجيتي هتتبسطي وروحه حلوه جدا. المكان تراثي حتى مبني بطريقه حلوه قوي قوي. لا نفسي قوي يهتموا بيه يعني الوزاره. في كام بازار؟ 40 40 40 فنان واسامي. انا قدامي كلهم مصريين. مصريين يا فندم، وفي نفس الوقت صناعات يدويه و بقول لحضرتك اللي في المعرض. اللي في المعرض يعني 30 محل فيهم في المعرض. والله العظيم حرام يعني، ازاي مكان جميل زي كده؟ طب انت شايفه ايه اللي ناقصه يعني؟ ايه هل موقعه مثلا؟ لا بالعكس، موضوع حياتك جنب جامع عمرو بن العاص. يعني هو المواطن بيعرفه بالصدفه. احنا حياتك بنفتح الساعه 10 بنقفل الساعه 5. 10 الصبح؟ 10 الصبح بنقفل 5. 5 حد بيقفل 5؟ دي مشكله جامده قوي. احنا الوزاره مش دعمانا. لا مش مدعومين يعني. في انت محتاجه ان هو يبقى في تسويق اكتر للكلام ده. لو ده احنا سامعه ان هم يعملوا ما شاء الله جنبينا حاجات حلوه سياحيه، جنبي متحف ورايا متحف. لا مكان تحفه. بقول لحضرتك الاتوبيسات بتنزل قدامنا، بتنزل تروح مجمع الاديان والكنيسه ما بيجوش عندنا. في حاجز امني كده فاصل للاسف يعني.
انا بشكركم شكرا جزيلا حقيقي، يعني عظماء، ويعني بنفتخر بيكم جدا جدا. ومعرض تراثنا يمكن هو كان فرصه ان احنا نتعرف عليكم، ومتاكده وواثقه ان في ناس يعني فنانين مصريين موهوبين موجودين كمان في المعرض، وواثقه كمان ان في ناس بعد ما تتفرج علينا وبعد ما تسمع عن معرض تراثنا ان شاء الله هتكون في المعارض اللي جايه وتقدر انها تسوق لنفسها اكتر واكتر. يعني انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ توني المصري، طبعا مصمم مشغولات يدويه، والاستاذه عزه علي حسن مصممه منتجات الكروشيه. بشكركم شكرا جزيلا. ميرسي جدا على يعني ان انتم بتحيوا الفن المصري من خلال المشغولات الفنيه الجميله دي، وفي نفس الوقت التراث والهويه والفولكلور المصري الرائع جدا. بشكركم. شكرا. كعاده الان مشاهدينا الكرام وعلى شاشه اكسترا نيوز، التغطيه مستمره مع حضراتكم على مدار اليوم لرصد كل ما هو جديد على الساحه دائما. ابقوا معنا. والله احنا يعتبر تصنيف المصنع عندنا نسيج جوارب وكولون، يعني احنا بنستخدم الخيوط، بنشتري الخيوط ونصنع منها الشراب كمنتج نهائي، والمنتج بتاعنا صناعة مصرية 100%. مراحل الشراب ده المهندس الاول للتصميمات بيرسم الرسمة ايا كان الامر، ايه ايا كان الرسمة المطلوبة بالظبط، بيبدأ يشتغل عليها على الكمبيوتر، وبعد كده بيشتغل يطلعها لنا على فلاشة بكود معين، نبدأ ننزلها على المكن، وبعد كده بيحدد لي المجموعات بتاعت تلوين الشراب أيا كان الموديل. خارج مصر كنا بنصنع وبنصدر من الصين، بعد موضوع المبادرة بتاعت الرئيس وتحرير سعر الصرف الموجود، بقى الصناعة في مصر بصراحة حاجة مبشرة، وابتدينا إن شاء الله نركز فيها، وجينا بدأنا النشاط هنا من حوالي 2014. بعد موضوع المبادرة اللي هي 5% اللي الرئيس أو البنك المركزي ابتدى يطرحها على المستثمرين والمصنعين، فوجئنا أن جهاز تنمية المشروعات أو الصندوق الاجتماعي سابقا كان جه المنطقة الصناعية وعرض على كل المصانع الموجودة هنا التمويل وأنهم يشتغلوا، وبما أننا كنا شغالين بالفعل هم بصراحة اجتهدوا معنا وعملوا لنا الدراسة الكافية وخدوا دراسة الجودة وساعدونا أن احنا نزود إنتاجيتنا، وبيعرضوا علينا بيقولوا يعني حتى بعد ما نخلص الجزء اللي موجود إن شاء الله ممكن نزود الدعم معاهم إن شاء الله. لما حصل توسعات في المصنع زودنا عماله مدربه، وجبنا ناس جداد برضه دربناهم، وده ساعدهم ان مرتبهم يبقى احسن ومعاشاتهم تبقى افضل. ودي المشروعات بتعمل معانا كده، يعني كل واحد ما يتوسع في مشروعه ناس هتشتغل كتير، وناس هتدي شغل كتير، هتدي فرص للشباب بدل ما هم مش لاقيين شغل يشتغلوا. والدنيا بتفرق طبعا في ان بنزود عدد المكن الموجود فبتزيد عدد العماله، بنقدر ان احنا نصنع المنتج بتاعنا سواء محليا او ان احنا نخرجه بره مصر، حتى هم كمان عندهم جزء تسويق وهم بيحاولوا على قد ما يقدروا يساعدوا المستثمرين اللي موجودين في المنطقه الصناعيه هنا.
والله احنا زودنا عدد المكن بتاعنا. احنا بدأنا الاول ما بدأنا خالص بدأنا بتمام مكنات نسيج، والحمد لله وصلنا ل 30 مكنة بالمبادرة وغير المبادرة بشغلنا الحمد لله، بمركزين في الكواليتي الكويس اللي موجود، وبإذن الله احنا برضو منتظرين ان شاء الله يقدموا لنا اكتر، لان احنا يعني بإذن الله بدل المصنع يبقوا 2، ونحاول نطور منتجنا ونحاول نبيع المنتج بتاعنا محليا وخارج مصر ان شاء الله.